الشيخ، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان فهل يؤمر بقضاء هذا اليوم أم لا يؤمر؟ نعم، إذا أسلم الكافر في أثناء النهار في رمضان وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، لأنه في أول النهار غير مأمور بالصوم، فيجب عليه الإمساك ولا يلزمه القضاء، لأنه في الأول ليس أهل الوجوب. نعم.